المحلل الأسواق المالية في مجموعة من لندن. السيد دينا المحلل الأسواق المالية في مجموعة من لندن. السيد دينا المحلل الأسواق المالية في مجموعة. يعني يبدو أنه الدولار الأمريكي على مسار تحقيق المكاسب تعود به إلى أعلى مستويات منذ يوليو من عام 2020. يبدو أنه هناك بالمقابل أيضا تقليص للفارق بين عوائد السندات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، نوع من flattening of the curve. هل هذا ينذر بحالة جديدة من عدم اليقين ستعود لتسود الأسواق؟ وهل من الممكن القول أنه الفدرالي فعلا قد يكون أحد أهدافه الرئيسية رفع العوائد على السندات من أجل امتصاص السيولة في الأسواق؟ بالطبع ال 12 ساعة و 18 ساعة الأخيرة كانت فعلا مهمة للدولار. أنت كنت قد أشرت أيضا إلى حالة عدم اليقين جراء حركة العوائد على سندات الخزينة الأمريكية. علينا أن نتذكر بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي كان في اتجاه تصاعدي منذ مايو العام الماضي. بالطبع كان قد تراجع في الأسابيع الأولى من شهر يناير، ولكن الاتجاه التصاعدي كان واضحا. ولا أعتقد بأن هذا بالأمر المفاجئ، أن نرى أيضا أن هذا الارتفاع في الدولار الأمريكي مستمر. وقد ما يكون مفاجئا ربما هو كيف أن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمس لم يستبعد إمكانية رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات السبع لهذا العام. أنا لا أعتقد بأن هذا سيحصل شخصيا، ولكن ترك الباب مفتوحا لهذا التكهن، وهذا سوف يؤثر على الحركات التي سنشهد على وجه الأخص في العوائد سندات القصيرة سنتين أكثر من العشرة. فإذا ما فعلا كان لدينا عدة رفعات لأسعار الفائدة في 18 شهر القادمة، فهذا بالطبع سوف يؤثر، ولكن حاليا لن يكون لدينا أي احتمال لهذه الرفعات بهذا العدد الكبير الذي يتوقعه البعض. نعم، حالة من عدم اليقين بالنسبة إلى العوائد على أجل السندات لسنتين، ولكن الاتجاه التصاعدي في الدولار الأمريكي كان منذ عدة أشهر. وبالطبع أنت حتى كنت قد ذكرت بأنه كان أعلى مستوى منذ يونيو 2020. ونلاحظ أن اليوم اليورو مقابل الدولار الأمريكي بدوله عند أدنى مستوياته منذ يونيو 2020. نعم، هذا ليس أيضا بالأمر المفاجئ، لأننا إذا ما أخذنا بالاعتبار هذا التباين في السياسات النقدية بين الفيدرالي الذي يشدد سياسته، ونلاحظ كيف أنهم يتحدثون عن 5 زيادات هذا العام، في حين البنك المركزي الأوروبي هم كانوا يفكرون برفع أسعار الفائدة قبل الجائحة، ولكن اليوم الوضع مختلف. هم لديهم أعلى مستوى من التضخم، ولكن لن يقوموا برفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب. قد يقومون بذلك بنهاية العام ربما برفعة واحدة، وحينها إن الدولار الأمريكي برأيي سيكون قد استمر باتجاه التصاعدي وهذا الرالي، فبالتالي المزيد من الخسائر على اليورو دولار في الأسابيع والأشهر القادمة.